اللغة الإنجليزية. ممتاز. أنت قد صرحت وقلت بأنه أنت تخرجت من الثانوية بالداف، ما قدرت تكمل جامعة بسبب رسوبك في اللغة الإنجليزية، وفجأة بعد سنوات صرت متقن للإنجليزي، ولا وبالأكسنت كمان بسبب استماعك للأغاني الإنجليزية. كلنا نسمع أغاني إنجليزية. ممتاز. ما تعلمنا شيء. كيف الطريقة؟ أعطيني الطريقة بالخطوات. بسجل أنا الآن. طيب ممتاز. طبخة هذه كبسة. طيب. أنت تسمع إيقاع. إيه. أنا أسمع الكلام. تسمع الكلام. إيه مؤدب. أسمع كلام الأغنية. أنت تسمع إيقاع منطرب. أنا عيد الأغنية أكثر من مرة ما أسمعها بموجب إني أبغى أنطرب. لا أبغى أسمع الجملة إيش قال. طبعًا على كل ترى. إيه بس سمعت موضوع الكلمات. شلون تفهمها؟ لا موضوع الأغاني نسبي. سبب اللي تعلمت منه المصدر كان أفلام ومسلسل. باستخدام الترجمة. طبعًا. إحنا بدينا ترجمة عربية بعدين ترجمة إنجليزية. أحيانًا. كيف صرت متقن؟ بالتكرار الممل. يعني ما شوف لو أنا وياك مجتمعين بتابع فيلم ما راح تكمل معي. بعيد المشهد 7 مرات شلون قال؟ أما عاد. إيه. لا. أقول لك هذا إيش عنده ضرب هذا هم بداية. لا ما راح أشوف معاك فيلم في حياتي مستحيل 7 مرات. شايف شلون؟ فكان الغرض من المتابعة مش الاستمتاع لا للتعلم.